مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة LTC وأولى حلقات برنامج شكل تاني. شكل تاني ممكن تكون فكرة برنامج جديدة ومختلفة عن المشاهد المصري. هنكون معاكم على الهواء مباشرة كل يوم 4 الساعة 7 مساء، وهتشاركني في تقديم الحلقات الإعلامية سيسيليا جوزيف. مساء الخير يا سيسيليا. مساء الخير يا سالي. مساء الخير أعزائي المشاهدين. في أول برنامج مشترك بتقدمه إعلامية مصرية وإعلامية من دولة جنوب السودان، شكل تاني حيتناول ويناقش ملفات أفريقية مصرية، شكل تاني حيكون من أعلى الإسكندرية إلى آخر بقاع في أفريقيا اللي هي كيب تاون. كل ده حنشوفه أعزائي المشاهدين في شكل تاني. فالجزء التاني من حلقتنا هينورنا سعادة السفير صالح هبيمانة سفير جمهورية رواندا في القاهرة. بس خلونا الأول نبتدي حلقتنا في أولى فقرات البرنامج أفريقيا في صورة. سالي، الصورة دي عايزينك توري المشاهد الصورة دي بتتكلم عن شنو وفي أي قبيلة في أفريقيا. طبعا احنا عارفين ان كل دولة ليها سمات في الجمال وعلامات في الجمال. اللي حضرتك شايفينه دلوقتي دي سمة من سمات الجمال في قبيلة اسمها قبيلة المرسى في احدى قبائل اثيوبيا. قبيلة المرسى دي زي ما انتم شايفين الفتاة ما بتوصل سن 15 سنة بتقطع شفتها اللي تحت، بتقطع شفتها اللي تحت، وكل ما وبتركب طبق، فكل ما الطبق بيكبر كل ما ده علامة من علامات الجمال، ومهرها كمان بيزيد، وممكن كمان يستخدموا في ودانهم نفس الطبق، وممكن يقطعوا شفتهم اللي تحت وتكبر، فده علامة من علامات الجمال. الصورة الثانية. ده أعزائي المشاهدين، أما الفتاة بتقطع شفايفها، وده علامة من إحدى علامات الجمال في قبيلة في قبائل إثيوبيا. سيسيليا، إيه الصورة دي؟ طبعا احنا عارفين القارة الافريقية فيها سيدات فاضلات. الصورة دي يا سالي هي واحدة من السيدات الافريقيات اللي تركت بصمتها في الشارع الافريقي، او سطرت اسمها من نور في التاريخ الافريقي، لانه نحن المرأة الافريقية يمكن عندنا نموذج هي زوجة الراحل المناضل نيلسون مانديلا، هي واحدة من المناضلات هي السيدات الافريقية. السيدة دي هي إلين جونسون، اول سيدة افريقية منتخبة لدولة ليبيريا في عام 2006. كمان هي نالت أول جائزة نوبل للسلام كامرأة أفريقية في عام 2011. يا سالي، دي اللي لقبوها بالمرأة الحديدية، مش كده؟ أيوة، ملقبة بالمرأة الحديدية. تمام. أوكي. كان يهمنا أعزائنا المشاهدين إن احنا نشوف في أول حلقتنا المصريين يعرفوا إيه عن أفريقيا، وده اللي هنشوفه في التقرير الجاي، ونرجع لكم تاني. لا اعرف افريقيا ولا اعرف الدول البرانية، انا اعرف مصر بس دولة كبرى ام العربية. دولة مصر ودولة نيجيريا وغانا والسنغال و والصومال. فكرت افريقيا، جنوب افريقيا، اثيوبيا، مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، جنوب افريقيا كده كله. مصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس. تعرف ايه عن افريقيا؟ من ناحية بالظبط؟ من ناحية ايه افريقيا؟ من ناحية ايه يعني؟ انا قلت لك السودان ومصر، ثواني افتكر لك حاجة تانية. مش فاكرة بصراحة، مش متذكرة، انا حافظة. انا افريقيا دولة افريقية بتضم القارة الافريقية كلها. ما هي اخر عارف حاجات كتير قوي. احنا من افريقيا اصلا، مصر من افريقيا. تعرف ايه عن افريقيا؟ لا مش عارفه. تعرف اي دول افريقيه خالص؟ لا مش قوي يعني، مش عارفه. ما اعرفش. تعرف ايش دول افريقيه خالص؟ لا. قول لي 5 دول افريقيه. السنغال،
هي افريقيا اللي هي يعني مرتبات العالم. انا اعرف انا مثلا زي سوريا، اسيوط، السودان، منفلوط، الحواتكا، سوهاج، زي مصر طبعا. دول برا مصر؟ ايه؟ دول برا مصر؟ لا، زي افريقيا. قارة افريقيا دولة شقيقة. مشاهدينا الأعزاء، زي ما شفنا في الاستطلاع التقريري، الاستطلاعات يعني يمكن ناس كثيرة يعني جاوبت إجابات خطأ، لكن عشان كده إحنا يا سالي جينا بشكل تاني عشان نعرف الناس أكثر بأفريقيا في برنامجنا بشكل تاني، عشان كده جينا بشكل تاني. بجانب السياسة والشؤون الإفريقية، كمان كان الفن ليه دور كبير جدا في إفريقيا، والفن المصري تحديدا. وشفنا كمان أفلام كتير قوي مصرية اتصورت في أفريقيا، زي فيلم أفريكانو للنجم أحمد السقا، وفيلم أنا ومراتي وزوجتي للفنان الجميل رامز جلال، وإدوارد اللي هو منورنا دلوقتي في المداخلة. ألو ألو ألو. أيوة سالي. أيوة الفنان الجميل إدوارد، زي حضرتك. الحمد لله. ازيك سيسيليا؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا الفنان الرائع ادوار، اهلا بيك. ربنا يخليكم. يا وعايزينك توري المشاهد اللي بيتابع برنامجنا الان، انت صورت الفيلم في اي دوله افريقيه؟ في جنوب افريقيا، في جوهانسبرغ. ايوه مظبوط كده. ايوه جميلة، وكنا مستمتعين جدا جدا هناك. يعني عايزينك برضو تكلمنا شوية عن كواليس الفيلم، يعني تقول لنا كواليس. طبعا لما رحنا هناك قد ايه استمتعنا بالطبيعة، وحسينا ان احنا في جو حلو كده، وشفنا قد ايه الحيوانات كده. اول مرة في حيوانات كده اشوف الفيلك بالحجم الكبير ده قدامي كده، هو كنا مستمتعين بيها. جو تاني، يعني جو تاني. يعني انا بشجع كل الناس انها تطلع على فكره احنا صورنا في نفس المكان اللي اتصور فيه افريكانو. ودي كانت اول بلد افريقيه زرتها ادوارد؟ اها. مفكرش تكرر التجربه تاني؟ طيب نفسي والله ياخد فعلا العيله بقى واسافر هناك. اها. بس طبعا كانوا بيقولوا لنا، يعني احنا كنا جوه كومباوند، بيقولوا لنا بالليل ما تطلعوش بره الكومباوند ده لوحديكم. اها. طب احكي لنا اكتر عن العادات والتقاليد والثقافات اللي انت شفتها هناك في جنوب افريقيا. والله بصي، يعني انا ما اعتبرش شفت، يعني ما عدتش معاهم كتير قوي قد ما هم، حسيت ان هو قد بيدوا شغل من قلبهم. فحسيت انهم يعني بجد. وبعد رحنا نصور في الصيف، قلت بقى الاقي الدنيا حر واخد عادات نص كم، طلع عندهم الشتاء. ايه اكتر شيء لفت نظرك هناك؟ الطبيعه، الطبيعه دي ما شفتهاش، المساحات الخضراء الحلوه، الحيوانات اللي بتشوفيها كده اهو في الطبيعه دي كده، دي كانت بالنسبه لنا ممتعه، استمتاع رهيب يعني. مدة تصوير الفيلم كانت قد ايه؟ قعدنا حوالي 15 يوم هناك. يا اوكي تمام. بنشكر الفنان ادوارد جدا، نورت معانا. شكرا ليكم. شكرا ليكم. وبنقول لكم الناس سافروا افريقيا. اوكي. شكرا للفنان ادوارد على المداخلة الجميلة وكلماته الرائعة. يا شكرا لك. يا المشاهد الكريم، مشاهدينا الأعزاء، احنا حنطلع فاصل ونجي راجعين تاني نكمل حلقاتنا من برنامج شكل تاني.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو معالي السفير صالح حبيمانة سفير جمهورية رواندا في القاهرة. معالي السفير مساء الخير. مساء الخير. ازي حضرتك؟ تمام مشكور الله على كل حال. مساء الخير سعادة سفير رواندا بالقاهرة، اهلا وسهلا بك. مساء الخير يا سيس. احنا شفنا الفيديو دلوقتي معجزة من 1994 لحد 2018، عملتوا المعجزة دي ازاي؟ طبعا المعجزة تكمن في ان الشعب ضر ان يعيش مهما كانت الظروف والمعاناة او المشاكل، ولكن بعد العسر يسرى. عشنا لاننا قررنا ان نعيش، عشنا لاننا قررنا ان لا نعتمد على اي واحد ثاني سوى انفسنا، علما بان العالم تركنا في سنة 1994. قررنا ان نعتمد على انفسنا وان نتخذ سبلا الإفريقية الأصيل كحل المشاكل. عشنا لأننا قررنا أن نواجه الموت بالحياة، وقررنا أن ننتصر على الانتقام بعدم الانتقام. وهكذا عشنا. تمام. يمكن سعادة سفير رواندا احنا بنرحب بك للمرة الثانية داخل الاستديو. بنقول لك العلاقات المصرية الرواندية، العلاقات المصرية الرواندية شكلها كيف في الوقت الحالي؟ العلاقات الرواندية المصرية اصلا لا يمكن ان نصفها كعلاقة عاديا. علاقة رواندية مصرية علاقة ربانية. الرحمن الذي جال في الماء حياة هو الذي جال منبأ النيل في رواندا، وآخر مستفيد لهذا النهر العظيم مصر. صار العلاقة ما بين رواندا ومصر علاقة منذ أن خلق الرحمن بني آدم، هذا أولا. ثانيا، العلاقة الرواندية مصريا علاقة عبر التاريخ، عبر التاريخ، لأن البشر هنا في مصر هم نفس البشر في رواندا. أتذكر في التسعينات قبل المجزرة بأربع سنوات كان هناك مفكر وأستاذ في الجامعة ويعتبر من كبار شخصيات عندنا في رواندا، قال ارتكبنا مخالفة عندما تركناكم سنة 1959 أن خرجتم من رواندا. هذا مجسرة ليو موجيسيرا. ارتكبنا مخالفة بأن تركناكم أن تخرجوا من رواندا. كان من المفروض أن نقتلكم ونرموكم في النهر، نهر النيل. لكن قال هذه المرة سنقتلكم ونرموكم في النهر حتى ترجع إلى أصولكم. ظن أن الأصل إثيوبيا، ولكن جاهلا لأن ما رواندا وما إثيوبيا يلتقيان في الخرطوم ويواصل الطريق الى مصر. يعني 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 ان ارسال الناس الى الاصل يبدو ان ارسال الناس الى مصر. طبعا هذا كمان علاقه ما بين رواندا ومصر تاريخيا. اخيرا كما تعلمون هناك اتجاه مش معاكس، اتجاه في نفس الاتجاه ما بين فخامه الرئيس بول كاغامي وفخامه الرئيس السيسي. هو كانت زيارة قريبة لمصر، كانت زيارة قريبة لمصر، ولكن الغريب بالذكر هو أن والآن فخامة الرئيس بول كاغامي على رئاسة الاتحاد الإفريقي، بعده مباشرة سيأخذ زمام الأمور فخامة الرئيس السيسي. هذا يدل على أن العلاقة ما بين رواندا ومصر عبر التاريخ، والرحمن دائما يخطط لهذه العلاقة. كلمنا شوية سعادة سفير عن فرص الاستثمار في رواندا. فرص الاستثمار في رواندا اصلا واسعه. يجب ان تعلم ان رواندا تعتبر مدخل الى منطقه البحيرات العظمى. ايوه، منطقه البحيرات العظمى تعتبر مقبره ل 60% من مخزون العالم لكل حجار ثمينه. ومن ضمن تلك الحجار الحجر الذي يعمل تليفون والكمبيوترات وما الى ذلك. اوكي، إذا كنا في منطقة البحيرات العظمى نملك هذه الكمية من الثروة المعدنية، ورواندا تعتبر مدخل إلى هذه المنطقة، طبعا مجال استثمار واسع. يجب أن لا نحدد هذا المجال على مستوى
دولة رواندا وسكانها تقريبا 12 مليون. يجب أن نشير إلى أن المنطقة العظمى تعتبر من جنوب السودان إلى أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية إلى أنغولا إلى مالاوي وتنزانيا وعندك كينيا وبعد عندك الصومال وفي الوسط عندك في القلب عندك رواندا. تعتبر منطقة ساخنة، منطقة فيها حروب ومشاكل، ولكن رواندا آمنة لأن ربي خلقها هكذا أن تكون آمنة وملجأ أو مسكن الآخر مخلوقات الرحمن اللي هي مونتن غوريلاز، الغوريلا الكبيرة الضخمة تعيش هناك، لأن هذه المخلوقات تعرف الأمن والسلام والإطمئنان. سارة تعيش في رواندا. سارة فرص الاستثمار في رواندا يجب أن نأخذها كمنطقة، منطقة الانطلاق. إذا كانت هناك دولة على سبيل المثال تستفيد من الأحجار الثمينة وعمرها أقل من 70 سنة، حاليا تعتبر دولة في المقدمة في صنع التلفونات، هل هذا صحيح صراحة أن نترك هذه الظاهرة، مع أن مصر في جامعة القاهرة قسم الجيولوجي قسم الحجارة الثمينة وعمرها 129 سنة؟ سارة فرص الاستثمار في منطقة البحيرات العظمى ورندا في داخلها يجب أن نعتبرها كمنطقة مملوءة بكل خيرات. إيه أهم المشروعات اللي بتحتاجها رواندا دلوقتي؟ فالمشاريع التي نحتاجها في رواندا حاليا تصنيع. تصنيع في أي مجال؟ تصنيع في كل مجالات. أي شيء تصنعها في رواندا يتم تصفيقها في المنطقة بكل سهولة. كما أشرت اليد العاملة متواضعة ولكن موجودة وآمنة، الأمن مستتب في رواندا، تحويل الفلوس من رواندا 24 ساعة على التليفون وأنت في الغرفة، تدخل في الأكاونت وتحول الفلوس إلى برا، تسهيلات في التعامل البيزنس في رواندا موجودة، القوانين التي تساعد الناس في التجارة موجودة. التصنيع في رواندا، أي شيء تصنعها في رواندا بإمكانك بكل سهولة يتم تحويلها أو إنزالها إلى سوق في المنطقة. احنا معنا دلوقتي مداخله من دكتور احمد بهجت رجل الاعمال. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. مساء الخير يا دكتور. مبروك على البرنامج. ميرسي يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. احنا كنا عايزين طبعا نكلم حضرتك بخصوص ان حضرتك اول مستثمر مصري راح لرواندا وزارها بالفعل. ايوه. احكي لنا بقى عن زيارتك لرواندا. والله انا رحت اتفاجئت مفاجاه صغيره لما وصلت لرواندا. البلد جميله جدا، الطبيعه حلوه خالص، وبعدين ناس منظمه جدا، والعنايه بالزهور وبالورد وباللاندسكيب هايل هايل هايل. فهي الحقيقه يعني بلد من اجمل البلاد من ناحية الطبيعة ومن ناحية تنسيق الحدائق. تمام. ايوه. هي برضو يا دكتور مصنفة من اجمل عواصم الموجودة في العالم، اللي هي العاصمة كيجالي. انت رأيك؟ ايوه. يا. صحيح، انا شفت الكلام ده ومقتنع تماما انه رواندا من الدول الواعدة جدا. وهم يعني اعتقد ان هيكون في فرصه كويسه للناس اللي هتروح هناك انها تعمل شغل كويس. ايوه. واعتقد انها هناك الفرص بتاعت الانتاج والتصنيع هتبقى ممتازه جدا للي هياخد المباراه ويروح. تمام. وده شجع حضرتك تستثمر ان شاء الله هناك؟ ان شاء الله نعمل شغل معاهم ان شاء الله قريب. ايه اهم المشروعات طيب؟ والله اولهم دلوقتي هنفتح مدينه ملاهي هناك. دريم برضو دريم بارك. دريم بارك، وهم محتاجين لحاجه زي كده في الدول الافريقيه لانه ما عندهمش اي حاجه فيها مدروس، يعني حاجه جميله الناس تحبها وتتمتع بيها يعني. فهي دي هتبقى فرصه كويسه ان احنا هنختبر
المشروع بتاع مدينة الملاهي. وإذا نجح إن شاء الله هنعممه في أكثر من دولة إن شاء الله بإذن الله. إحنا معانا سعادة السفير صالح حبيبانا في الاستوديو. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. أهلا وسهلا معالي السفير. ولكن دكتور كمان سيستثمر في تصنيع من ضمنها هوم أبلايانس والملابس والخشب. تمام. صار دكتور إنسان مناضل جدا جدا، ولكن استغرب لشأن واحد عندما كان في رواندا الدرجة النارية ضروري يشير على هذه الظاهرة. وأنا لسه ما كملتش. أيوة تفضل يا دكتور. يعني أنا ما وصلت الحقيقة شفت كل سواقين الموتوسيكلات حاطين هلمت على راسهم، ولما خرجت بره العاصمة حوالي 200 كيلو بره أو 150 كيلو، فكنت بقول إيه أنا أستنى لحد لما أوصل لقرية من القرى الصغيرة وأمسكهم بقى هما مش لابسين الهلمت اللي هي الفوزة. والحقيقة للمفاجأة بتاعتي إن كانت في كل مكان رحناه كل أي واحد راكب يعني مكسك كان لابس هلمت. ودي معناها إيه؟ يعني هي تبان يمكن إيه يعني الموضوع؟ لا الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لأنه حتى لو كان بعيدا عن الأماكن اللي فيها شرطة فهو ملتزم بالتزام كامل بتطبيق قواعد المرور، ودي حاجة نادرة في أفريقيا. صحيح يا دكتور. في بعض دول أوروبا أنا زرتها في ناس بتبقى برضو بتخالف وبتبقى مش لابسة الهلمت بتاعها أو الفوزة الرأس. فدي دي علامة على إن الناس دي يعني حقيقي يعني مدربة وبتحترم القانون وبتلتزم بالقانون. ميزة نسبية عالية جدا يعني. يا دكتور احنا بنشكرك لمداخلتك الجميله ومشاركتك لينا في البرنامج. مشاهدينا الاعزاء احنا حنطلع فاصل وبنرجع نكمل معانا في برامجنا بشكل تاني. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. سعاده السفير احكي لنا شويه عن المجزره. نشكركم كثيرا على هذا الاهتمام. اصلا المجزره في سنه 1994 البداية كانت في سنة 1959. اوكي. لأن قبل الاستقلال مش كده؟ قبل الاستقلال. اوكي. المحاولة لتطهير العرقي ضد قبيلة التوتسي في رواندا بدأ في سنة 1959. هناك بعض الناس قتلوا، مواشي قتلت، المباني تدمرت، وهناك الذين شردوا إلى الخارج، من ضمنهم الرئيس الحالي عندئذ كان عمره 3 سنوات من العمر، رئيس بول كاغامي. بول كاغامي شردوا إلى دول المجاورة وحتى إلى الخارج. ولكن كان هناك عبر سنوات كل 10 سنوات تكون هناك قتل والدمار لقبيلة التوتسي وتشريدهم وإخراجهم من أموالهم. إيه السبب يا سعادة السفير؟ السبب الكراهية التي زرعت من بين المزارعين ورعاة الأبقار. أصلا التوتسي عندنا لم تعتبر كأنها قبيلة أصلا في البداية. أي واحد يملك أكثر من 10 أبقار يعتبر توتسي، وأقل من هذا يعتبر هوتو، والمزارع بطبيعته يعتبر هوتو. أن طبقة حياتية العادية. وبالتالي ناس قالوا أن توتسي أقلية، ولكن في كل دولة أغنياهم قليلين جدا جدا في كل مكان. وبالتالي الإنسان الذي يملك شكليا حتى حياتيا حتى كيف البنية يختلف من الإنسان المسكين المزارع وهكذا. الكراهية التي جاءت مع المستعمر بالخصوص البلجيكي علم الناس أن هناك فرق ما بين الغني والفقير وهذا معروف، ولكن غير قال ما بين هوت وتوتسي. والسياسة بعد الاستقلال مباشرة ناس أخذوا أن الإنسان التوتسي هو إنسان غير رواندي من الخارج، أما الإنسان الهوتو هو الإنسان صاحب الأرض. ده كان الفكرة الاستعمار. فكرة الاستعمار فرق تفز وقاس حتى الأنف وحتى الرأس وقاس كل حاجات علشان يفرق ما بين هؤلاء الناس. مع أن كنا نعيش بطبيعة نتكلم نفس اللغة
إذا كان هناك اختلاف ما بين قبيلة وقبيلة تجد أن حتى اللغات تختلف. لغة الكينيا رواندا. عندنا في رواندا عندنا كينيا رواندا كلغة مستعملة عبر كلنا. في الأفراح والأحزان تقاليدنا زي بعض زي بعض. صار أصلاً لم تكن هناك تفرق ولكن الإنسان المستعمر فرق بيننا. والغريب بذكر هو فرق تصد. فرق تصد. والغريب بذكر هو أن حتى بعد الاستقلال الساسة الذين أخذوا زمام الأمور تمسكوا بهذه الفكرة وفرقوا بيننا. وكان يقتل يوما بعد يوم يوما بعد يوم سنوات سنوات إلى سنة 1994 عندما قرروا تدمير التوتسي بالكامل. الشرارة الأولى جت إزاي بقى؟ أي الشرارة الشرارة الأولى أصلاً كانت هناك محاولة سنة 1990 لهؤلاء الناس الذين شردوا من وطنهم كانوا يطلبون العودة سلمياً. الحكومة رفضت الحكومة رفضت طبعاً. عندما رفضت آخر نطاق كان هناك دخول بالقوة وتحت قيادة بول كاغامي. وسنة 1990 ناس اليوم جسر قال سنقتلكم. هذا قبل المشاكل قبل أي مشاكل. يعني يا سعادة السفير الحكام اللي جوا بعد المستعمر مشوا على نفس المنهج نفس الطريق نفس الطريق نفس الطريق. سؤال هؤلاء الناس الذين رفضوا إتيان بإخوانهم من الخارج ليعيشوا كالوطن قرروا أن يمنعهم تماما. سنة 1994 قالوا خلاص ما دامت الطائرة التي كانت تحملها بجريمانا من تنزانيا في الحوار تدمرت يعني أنهم يبدو أنه قتل على أيدي التوتسي اغتيال اغتيال. قالوا خلاص نقتل هؤلاء الناس. ولكن الواضع هو أن الذين قتلوه هم نفس الناس الذين كانوا يحموه داخل كيغالي. لأن المطار في العاصمة كانت خارج نطاق أمور التي كانت عليها حزب قوة المحرر الار بي اف. تمام. على كل حال على كل حال بكل بساطة طبعا احتراما للوقت سنة 1994 مات كم نفر؟ مليون و 250 بشر في 100 يوم. في 100 يوم قتل بالذبح كانك تذبح خروف. رمي ناس حيا في النهار تنفيذ البرنامج وتعليمات اليوم قيسرة وضرب صغار ضد الجدران طحن الناس يعني قتلوا قتلا وحش جدا جدا وسريع بشكل غريب. لأن قتل أكثر من مليون بشر في 100 يوم هذا فوق الطاقة فوق الطاقة. وبالتالي هناك فرق ما بين المجازر التي تم في العالم في سوانا من 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 الدول على الأقل كان هناك سنين سنين. وبالتالي الدولة تقتل بني الدولة. إما عندنا بني الدولة يقتل بعضهم البعض. رقم اثنين الدولة صغيرة نعرف بعضنا بالأسماء كلنا نعرف كلنا بالأسماء. التعداد قدر شنو سعادة السفير؟ العدد عدد السكان حاليا 12 مليون عندئذ تقريبا 10 مليون تقريبا 10 مليون. سؤال هؤلاء الناس هايش مع بعض؟ تصور أن تقتل مليون وزيادة في 100 يوم ما أنك ستعيش مع بعض بعد ذلك. وبالتالي ليس هناك قبيلة التي تقتل وتنتهي أبدا. مستحيل مستحيل. سؤال التدمير الذي صار في رواندا الجنوسايد ضد التوتسي في رواندا عمل مخطط منذ وصول المستعمر البلجيكي. وكان هناك خطة مدروسة مدونة عبر حتى الكنائس لقتل هؤلاء الناس. الصوارة سنة 1995 بداية لقتل هؤلاء الناس وتشريدهم. سنة 1994 كان تدمير بالكامل تدمير الوطن تدمير الوطن تدمير كل شيء. ولكن كما أشرت كنا محظوظين جدا لأن كان هناك جيش التحرير الذي أوقف المجزرة وجاء بالنظام بالقوانين كما أشرت دكتور. وقررنا أن لا تكون هناك انتقام لأن بالانتقام تنتقم يكون انتقام مستمر مستمر. سعراء قاومنا حياتنا بأنفسنا أوقفنا المجزرة لأن العالم حتى اليو إن الأمم المتحدة لم يتحرك لمساندة هؤلاء الناس. رفعوا حتى كلاب لهؤلاء الناس الذين جاءوا من الخارج خاصة الذين كانوا في القوات العالم بما يسمى حفظ السلام الأمم المتحدة بما يسمى حفظ السلام. أخرجوهم حتى كلابهم نجت وتركونا نحن نموت على أيدي الميليشيات. وزي اتجوزتوا بقى المجزرة وبدأت دلوقتي في أعلى تنمية في العالم وفق تقرير الكوميس. بالتأكيد بالتأكيد كما أشرت
نحن في رواندا لا نريد أن نقارن أنفسنا بأي واحد ثاني في العالم. أيوة. نريد أن نقارن أنفسنا بأنفسنا. لأن نعرف كيف كنا قبل سنة 1994 وأين وصلنا حاليا. وبالتالي هنا يجب أن نشير إلى أن هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل الإنسان الرواندي يرفض أن يترك فخامة الرئيس بول كاغامي أن يخرج من الزعامة. يمكن يا سالي برضو يعني النموذج الرواندي، أفريقيا مليانة صراعات في دول كثيرة سعادة السفير، ممكن النموذج رواندا يأخذ أو يحزو به دول أفريقيا تانية بتعاني من صراعات داخلية وحروبات أهلية طاحنة، ممكن أنتوا تكونوا نموذج لهذه الدول؟ بالتأكيد بالتأكيد، كما أشرت أصلا لتكون نموذج عليك أنت بنفسك أولا تعترف أنك إنسان قبل كل شيء، وبالتالي تعترف أن هناك تقاليد مدفونة عندك موجودة منذ الأزل، أجداد الذين عاشوا قبل الاستعمار، أجداد الذين عاشوا قبل المدارس، أجداد الذين عاشوا وعاشوا وعاشوا، الفراعنة الذين عاشوا هنا وبنوا الأهرامات بدون الماكينات التي نراها حاليا، هؤلاء الناس كان عندهم قوة. إذا رجعت دائما إلى هذا تنجح مباشرة. الصين لم تنجح لأنها أخذت من خارجها، الصين نجحت لأنها أخذت من نفسها وعندها إرادة هذا واحد. رقم اثنين، عندما تعترف أنك إنسان وتحترم الغير وتحب الحياة ضروري تنجح. وعندما ترفض الانتقام ضروري تنجح، وعندما تصافح كل واحد ضروري تنجح. أصلا الإنسان الذي يبدأ الكراهية، الكراهية تنتهي معه. هو يكون أول واحد من يتدمر بالكراهية. صار نموذج رواندي أصلا هو أن نرجع إلى أنفسنا كأفارقة قبل كل شيء. نرجع إلى أنفسنا كأفارقة، لأن عشنا قبل المستعمر، عشنا مع الفراعنة نعرف، عشنا مع جنوب أفريقيا نعرف ثقافات، عشنا مع طنبوكتو نعرف ثقافات، عشنا علينا أن نرجع إلى أفريقتنا. رقم اثنين، لنا كل ما نحتاج موارد طبيعية. سابقا كانوا يقولون أننا لم نتعلم، ولكن تعلمنا حاليا، تعلمنا. الجامعات المصرية كم لها من العمر، المصانع المصرية كم لها من السنوات. الإنسان الإفريقي في بعض الأحيان يشتري في سوق خارج إفريقيا الأشياء المصرية المصنوعة في مصر، يشتريها في الخارج، مستحيل هذا. سارة، النموذج الرواندي هو نموذج العودة إلى إفريقيا. صحيح. من القاهرة إلى كيب تاون، من مغاديشو إلى مراكش، نبقى في قارتنا طبعا. كل واحد مرحب به. وبالتالي عليك أن تعلم أن رواندا هي دولة وحيدة، أصغر دولة، ولكن لا تسأل تأشيرة لأي واحد من الصين، من أي مكان في العالم يحمل الجواز. تأشيرة في المطار، تأشيرة في المطار على طول. سارة، إفريقيتنا نفتحها للناس، ولكن لا نترك الناس يتحكموا في إفريقيتنا. صحيح. الحمد لله عندنا قادة قادرين، عندنا قادة مع حب القارة. يمكن بذكر القادة ساعة السفير ويا سالي، لو لاحظنا إحنا ما تكلمنا عن المرأة في رواندا، لاحظنا إنه البرلمان الرواندي فيه حوالين يعني الأغلبية. أترك حتى الأغلبية، يعني ما عايزين نقول للرجال أغلبية. أنا في رواندا في البرلمان رقم واحد على مستوى العالم، ليس هناك برلمان في العالم أمامنا ما في. صحيح. ولكن خلنا نترك هذا البرلمان، لأن معظم الناس في بعض الأحيان يقول برلمان ليس لها قوة، ولكن حتى في الحكومة المركزية في الوزراء تقريبا نص نص. عندما تأتي إلى الحكم المحلي، المحافظات والأقاليم، ديستريكت. أيوه. عندك 30% محفوظة للنساء، محفوظة حق خاص للنساء في حكومة الرواندية. وبالتالي بعد 30% الامرأة تصاريك كمان في الأماكن الأخرى، تنافس 70%. وبالتالي منافسة النساء عندنا في رواندا ناجحة جدا جدا. هناك بعض الناس الذين قالوا أن المرأة الإفريقية مش قادرة، لكن قادرة حتى على هذه الطاولة. عندك اثنين على واحد على هذه الطاولة أكيد. لو تدخل الجامعات المصرية حاليا وشوف الأقسام العلمية، الشباب أقل من النساء. من يقول أن النساء مش قادرين؟ زد عليها، إذا رأيت حتى في البنية التحتية عندنا في رواندا، لولا المرأة لما نجحنا، لأن المرأة تسيطر على الأسرة،
يعني النموذج الرواندي دليل على أن الإمرأة قادرة. لولا المرأة الرواندية لما وجدنا الأطفال بهذا الحب، حب صحيح. الوطن صحيح. لولا المرأة الرواندية التي أقنعت زوجها أن يحب الوطن لما نجحنا، صار المرأة أصلا إذا وضعت الأمانة في يد المرأة نجحت. وإذا تعرف تتصرف فيه إذا تعرف تتصرف أوكي. طالما من المرأة عايزين نتكلم عن الجالية المصرية في رواندا. قليل بكل أسف، قليل جدا. والجالية الرواندية في مصر أقل من اللازم. 60 بس 60 للدراسة ولا كلهم طلبة؟ كلهم طلبة في جامعة الأزهر. في جامعة الأزهر. طب عايزين نعرف كمان في الإسكندرية عندنا علاقة الأزهر في جامعة القاهرة عندنا تقريبا 3 ولكن معظمهم في الأزهر الشريف. أوكي تمام. عايزين نعرف علاقة الأزهر برواندا أو رواندا بالأزهر. أصلاً علاقة الأزهر بإفريقيا علاقة أزلية قديمة جداً لأن علاقة جالية إسلامية في رواندا، مع أنها أقلية جداً في رواندا، ولكن علاقة الأزهر مع إفريقيا لا ترى أغلبية ولا أقلية. أزهر له وجود في كل دولة إفريقية، لذلك العلاقة الأزهرية الرواندية منذ الأزل. حتى أنا تعلمت اللغة العربية لأحد الأزهريين في كيغالي. عايزين نعرف كيفية تعاون دول حوض النيل مع بعض، من ضمن رواندا احد دول حوض النيل. التعاون بين الدول النيل دول حوض النيل اصلا كما اشرت ليس لنا ارادة، ضروري ان نعيش مع بعض لان هذا ما يجمعنا، وليس هناك انسان بامكانه ان يرفض الحق لغيره، هذا مستحيل. صحيح. صار العلاقة ما بين الدول حوض النيل علاقة ضروري ان تكون هناك ودائما مستمر. ولكن نحن كرونديين قررنا أن نترك هذه القضية لقادتنا رؤسائنا، لأنهم هم الذين يعرفون أين يتجهون، وبالتالي نثق فيهم. صحيح. لأن ثقة كاملة في رؤسائنا في رؤسائنا. صار على علاقة عندنا في حوض النيل علاقة نتركها لفخامة الرئيس السيسي وفخامة الرئيس كاغامي وموسيفيني وكابيلا وكير وكلهم مع بعض، وإثيوبيا كمان وإريتريا والسودان البشير، يعني نترك هذه الأمور عندهم إن شاء الله وهتنحل المشاكل التي يمكن إنسان ممكن يفكر عنها. بسيطة لنا قادة يحبون هذه القارة أكثر مما كنا في سابق. للأسف وقت حلقتنا خلص. بنشكر حضرتك سعادة السفير، نورتنا. أعزائي المشاهدين، إحنا بنشكركم، بنشكر سعادة السفير، واستنونا في شكل تاني.